هلو هلو، يوم جديد، يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية زي كل أيام رمضان اللي مليانة بركة وخير. النهاردة وصفتنا بسيطة وشهية. النهاردة هنستخدم الزبادي في الوصفة الرئيسية، لأنه رمضان والفطار الزبادي بيساعد قوي على الهضم، الأكلات الخفيفة واللذيذة والسهلة. عارفين الششبرك؟ الششبرك هو أكلة شامية بتتعمل بالزبادي المطبوخ. النهاردة هسهل لكم الوصفة أكتر. هنعمل حاجة اسمها تاتا بورك أو تاتا بورك، هي من المطبخ التركي، بس في يعني ما بين بلاد الشام والمطبخ التركي في تشابك أو تداخل كبير، وهي نفس الحشوة بس بتتعمل بطريقة تانية. يعني ما ندخلهاش الفرن الأول للفطاير الصغنطوطة اللي هنحضرها، بنحمرها بشوية زبدة، بنسلقها الأول وبنحمرها وبنخلط الزبادي كده مع شوية حاجات. يعني أكلة سهلة، يعني في العزومات محتاجين ساعات نعمل أكلات منوعة، دي من الحاجات اللي هتحضروها بدري وتقدموها بكل بساطة وسهولة وطعمها يجنن. أنا عارفة بتحبوا قوي المطبخ الشامي يدخل بصفر رمضان، بالذات في العزومات الفتات المختلفة، ودي واحدة من الحاجات الجديدة نسبيا، الناس لسه ما شافتهاش قوي في العزومات، فأنتم ممكن تبهروا بيها ضيوفكم. بالنسبة للحلويات، عارفين الميلك كيك من المطبخ اللي هي التريسليتشز، المطبخ المكسيكي، بتتعمل المطبخ التركي وبقت منتشرة بكل العالم، اللي هي كيكة سفنجية تبقى متسقسقة بأنواع من الحليب، ثلاث أنواع من الحليب، عشان كده اسمها تريسليتش. والنهاردة هنعملها بنكهات رمضان. هي إيه النكهات اللي هندخلها عليها؟ الزعفران والفستق. وهقول لكم إيه تاني ممكن نغيره بالوصفة دي عشان نخليها رمضانية، ازاي ناخد وصفات عالمية ونحولها لنكهات رمضانية. ولو فضل معانا وقت هقول لكم على سحور خطير بسيط صحي وشهي هنعمله مع بعض في أقل من دقيقتين، حتى مش ثلاث دقايق، بس خلينا وقتنا يبقى فيه بركة إن شاء الله في الحلقة ونعمل الثلاث وصفات. بفكركم إنه دايما كل حلقات ميز شو طول السنة وفي رمضان بتبقى على صفحة القاهرة والناس على اليوتيوب، بس في رمضان في بلاي ليست اسمها ميشو رمضان 2022، وحتلاقوا كل وصفات ميشو رمضان 2021 موجودة عشان ترجعوا لها في أي وقت. إلى المطبخ وحلقة سوبر شهية. هلو هلو، النهاردة حلقتنا سهلة وبسيطة وحتطلع حاجات يعني أطباق شهية جدا ورائعة، وبالذات كمان طبق الحلويات هي حاجة من الحاجات اللي بنروح مطاعم كمان فانسي عشان ناكلها، بالبرزنتيشن بطريقة التقديم اللي كمان هنقدمها فيها النهاردة هتبقى خطيرة. طيب هنبتدي بالبرك، التاتا برك، هي دي البرك قبل ما نسويها. عادة الشيش برك بيبقى شكله كده، معمول كده، بصوا نفس الوصفة بالظبط، بس بياخد الشكل ده وبيدخل الفرن الأول، بعدين بيتشمع شوية، بعدين بنطبخ الزبادي مع النشا إلى آخره. دي أسهل بقى، دي هنجهز البرك اللي هي عبارة عن عجينة أسهل من السهولة وحشوة، وعندنا البرزنتيشن بتاعها، والرابط الأساسي بالوصفة هو الزبادي. هنستخدم النهاردة منتجات المراعي كلها في كل الوصفات، فهنستخدم زبادي كامل الدسم ونديله بعض النكهات، ثوم وليمون وملح، وهنعمل تقلية للمكسرات بزبدة معاها بابريكا. هو الطبق رائع وسهل وبسيط، بس يتعمل على طول على الفطار. طيب علشان نحضر الطبق ونحضر البرك، تعالوا نبتدي أول حاجة نعمل الحشوة. أنا محضرة حشوة علشان لازم تبقى باردة لما نيجي نحشي العجينة، حشوة اللحمة المفرومة البسيطة، بس قلت برضو ساعات بختصر بعض الحاجات، فبيبعتوا لي ناس السنة أولى مطبخ، ودي من الحاجات ممكن تعملوها بسنة أولى مطبخ على فكرة. لا يا ريت، الأساسيات دي مش دايما عندنا كلنا. هاخد دلوقتي، هتنحط ده هنا، هاخد شوية زبدة. طبعا زبدة المراعي ميزتها انها من الحليب الصافي 100% من غير اي اضافات ولا زيوت ولا بتسبب الكوليسترول. مهم جدا تكون انه دايما الزبدة اللي بنستخدمها لبن، بس هو ده الاساس في كل منتجات الالبان. فهستخدم دلوقتي الزبدة، خلينا نحطها في الطبق. شايفين لونها؟ لون فاتح، قوامها فيري سلكي طري، وزي ما قلت لكم هي من غير اي اضافات زيوت نباتيه او مهدرجه. هناخد حته من الزبده وعلى الطاسه ازود الحراره، هندي بهارات
اغلب الحشوات الشاميه اللي هي ايه، اللي هي الشيش برك والفطاير الى اخره، ملح، فلفل، قرفه، جوزه الطيب، دول دايما بندخلهم بحشوه اللحمه المفرومه مع البصل. عندي هنا البصله وعندي اللحمه، ممكن تبقى اللحمه ضاني او بقري، او ممكن نخلط. اتعلمنا انه خلط الاثنين مع بعض بيدينا الدسامه اللي ساعات نحتاجها كجوسز، يعني تبقى جوسي وطعمها حلو، وبنفس الوقت بيقلل الزفاره اللي ما بنحبهاش في اللحمه الضاني. النهارده الوصفه زي ما قلت لكم جايه من المطبخ التركي، وهو بيستخدموا الزبده بكثره، وبالذات بالطشه اللي هنعملها بالاخر اللي لونها بيبقى احمر، سنه حراقه وطعمها مدخن. هتنحط البصله، مش محتاجه كل كميه البصل دي. انا هعمل لكم شويه لحمه علشان بس نشوف زي ما قلنا الطريقه مع بعض، لانه برضو دي من الحاجات الاساسيه لاغلب الفتات، فتة المكدوس، فتة ايه كمان، فتة الحمص. ممكن نعملهم الاثنين بقطع لحمه اللي هي راس عصفور، وممكن طبعا باللحم المفرومه للسهوله. تعالوا ناخد البهارات، عندي الملح، رشه الملح، بس خلونا كده نفرفت اللحمه. انا بحب البصله باينه، يعني حتى اللي انا محضراها قبل الهوا كنت احب بعد ما عملتها قلت عايزه بصله اكتر فيها، بتبقى البصل شاربه الطعم، كل طعم الزبده والبهارات اللي هنحطها. عشان كده انا هبتدي ابهر البصل الاول. هنحط فلفل اسود، جوزة الطيب، والقرفه المطيبات، وجوزة الطيب هنحطها طازه مبشوره، فلفل اسود، كل الحاجات دي الثلاثه دول هما مطيبات، مش عشان يدوا طعم، هما الرفقاء اللحمه. لو قلنا هنعمل خلطه من بهارات اللحمه استحاله ما تلاقوش فيها فلفل اسود وجوزه الطيب والقرفه، وغالبا برضو شويه قرنفل، الحاجات اللي طعمها بيبري شويه ونكهاتها واضحه، لانه اللحمه بالذات لما نستخدم اللحوم الضاني محتاجه نضيع الزفاره. يلا حط جوزه الطيب طازه، وبكده ريحتها طلعت اول ما لمست الزبده. البهارات دايما مع الحراره بتظهر ريحتها اكتر. خلوني احط دي لورا، لسه مش محتاجها دلوقتي حالا. ونسوي اللحمه. شايفين البصله خدت البهارات، ما كترتش بهارات عشان مش عايزينها تبقى هي الطاغيه. هنعمل العجينه، والعجينه عباره عن دقيق وميه. مقاديرها ايه يا شيف؟ دقيق وميه، رشه ملح بس، يعني ايه اي مقدار دقيق. انا الصبح لما حضرت هنا في العجان وعجنتها بايدي، بس دلوقتي عشان ايه لابسه عبايه وكده ومش هقعد اغسل ايدي، قلت اعجنها لكم بالعجان. كوبايتين دقيق للوصفه دي ونص كفايه عشان نعمل كميه. ذره ملح، ونبتدي نضيف الميه ونعجنها. هنعملها مع بعض برده عشان ما تقوليش ايه انت ايه اكيد عامله فيها اسرار او مخبيها. طبخ يا جماعه بسيط جدا، محتاج بس مشتريات صح، محتاج نحضر وقتنا صح، بالذات في رمضان. رمضان وقت الفطار كلنا في لحظة معينة سفرتنا بتبقى جاهزة، ودي أحلى لحظة إنه ناكل مع بعض، لأنه أغلب السنة للأسف حتى مواعيد زمان كان المدارس أغلب مدارس مواعيدها واحدة نفس الوقت، يعني الساعة واحدة، أغلب الشغل كان فيه مواعيد. دلوقتي كل المواعيد المختلفة دي خلت العيلة ما تقعدش على السفرة مع بعض، ففكرة طبعا إنه نقعد مع بعض حلوة بس أكيد صعبة. عشان كده نحضر كل عناصرنا في الوصفة دي، هنحضر ده ونحضر الزبادي مع بعض، وطبعا ده يعني عجينة وحشوة. تعالوا نعمل الحشوة. دقيق، الملح اهو، والمية، مفيش اسهل من كده لحد ما تلم بس. ونبتدي اهو نعجنها بيد العجان، نشيل السكينة، نبتدي نضيف المية بالتدريج. لو الميه زادت هنضيف دقيق، لو الميه قليله هنضيف يعني ناشفه هنضيف ميه. نعلي السرعه شويه. اذا اول عنصرين واهم عنصرين سواء كانت شيش برك او تاتا برك هي العجينه والحشوه، هي نفس البدايه.
وعلى فكره عملنا شيش برك رح هتلاقوها بالبلاي ليست مي شو رمضان 2022 او مي شو شيش برك، هتلاقوها على اليوتيوب. العجينه بتلم اهي، نقطه ميه كمان. شيش برك عملناها ما اعتقدش كانت في رمضان، عملناها في الحلقات العاديه هيلاقوها هم الكنترول بيقولوا لي التاريخ. انتوا لو كتبتوا على اليوتيوب مي شو اسم الوصفه هتلاقوها، حتى لو كانت رمضان او مش رمضان فهتلاقوها بكل سهوله. اللحمه بتستوي، العجينه بتلم، العجينه لمت تمام، بنطلعها. انا هوريها لكم بس ازاي هنا، بصوا ناخد العجينه اهي، ده قصدي بالعجينه لمت، انا قادره اتحكم فيها كده بشويه دقيق المها. قلت لكم مش هعجن بالاخر، برضو حطيت ايدي في العجين ما بقدرش بصراحه. نحط شويه دقيق كده ونديها عجنه بسيطه. الكميه دي كبيره، تعمل كميه حلوه. هل ممكن نحطه بالفريزر؟ ده سؤال. ممكن بالمرحله دي نحطه بالفريزر، لو شيش برك بعد ما ندخله الفرن عادي يتحط بكياس ويتحط بالفريزر، لو تتا برك لا قبل ما نسويه هو ني بالمنظر ده بندخله الفريزر، اول ما يتجمد نحطه بكيس وندخله الفرن. طيب انا هكمل عجن العجينه دي اهي ووريكم العجينه اللي احنا محضرينها، دي العجينه اللي انا محضراها اوكي. هنفردها ونرجع بعد الفاصل نحشي الحشوه اللي احنا محضرينها اللي بردت بالعجينه اللي محضرينها، اللي لازم نريح دي مثلا ربع ساعه، ونبتدي نطبق الخطوات البسيطه اللي هتطلع طبق يجنن. استنونا بعد الفاصل. انتوا متخيلين لو احنا محضرين الشيش برك او الفطاير الصغيره دي التتا برك بالفريزر هيبقى عندنا ايه؟ هقول لكم من لحظه ما نبتدي نحطهم في الميه نبتدي نحسب الوصفه دي بتاخد قد ايه وشكلها وطعمها بيطلع حلو ازاي. ده يشجعكم انكم تحضروا العجينه البسيطه دي مع الحشوه اللي اعتقد تتكرر في الرقاق وفي حاجات كتير، فتعملوها وتحطوها بالفريزر، ولو اتفاجئتوا حتى بضيوف مستعجلين تعملوها بسرعه. وحلوه على السحور على فكره، من الاطباق اللذيذه على السحور لو احنا عاملين عزومه سحور. فردنا العجينه، هناخد دلوقتي كوبايه قطر اللي انتوا عايزينه ونعملها دوائر. احكي لكم الشيش برك زمان لما ماما كانت تعمله او حتى اغلب العائلات الشاميه بيعملوا كميه عشان تقول لك ايه هقعد احشي وكده احطه بالفريزر، فبتفرد على ترابيزه المطبخ كلها. واحنا كنا نجيب فناجين القهوه، ما كانش بقى في كاترز والحاجات دي في ايامنا، وممكن دلوقتي طبعا كوبايه ازاز نستخدمها. احنا نقعد نقطع لهم بالفناجين الدوائر دي ونساعدهم بالحشو ونبوظ لهم الحشو فما نكملش، بس دي كانت مهمتنا واحنا صغيرين. بناخدها دلوقتي كده بكل بساطه وهنحط فيها حشوه اللحمه ونقفل عليها، بس نضغطها كده العجينه طريه تلزق بكل سهوله. الزقوها كويس لانه هنسلقها. الطريقه اللي هنا مختلفه عن الشيش برك انه دي هتتسلق، فتلاقوني دايما بامن كده الاطراف. تعالوا نعمل كمان كام واحده اهو، وانتوا بتعملوا السمبوسك في نفس الوقت، حتى في ناس في نص رمضان بيخلص يرجعوا يعملوا تاني بنفس الوقت، اعملوا العجينه دي وجهزوها. نعمل كام واحده يكفوا الطبق الكبير اللي قدامنا ده، هما بتحطوا على الوش فوق الزبادي. طبعا معروف قد ايه الزبادي كله بروبيوتكس اللي هي البكتيريا النافعه اللي بتساعدنا على الهضم، وبالذات برمضان ما احوجنا ليها، احنا بنبقى مش واكلين طول اليوم وللاسف على الفطار على طول بنتقل، فمحتاجين حاجات تساعدنا على الهضم. عشان كده الحاجه اللي هعملها لكم على السحور برضو هتبقى من الرايب، مشروب الزبادي، حاجه خفيفه كده وهاضمه وتساعدنا فتره الصيام يكون تكون معدتنا كويسه. طيب تعالوا دلوقتي نعمل كمان واحده، كمان واحده عشان يبقى شكلهم حلو. اوكي سهله جدا. الزبادي دلوقتي بكل بساطه هخلطه مع الثوم والملح وشويه ليمون علشان اديه المزازه. اللبن الزبادي الشامي بيبقى فيه سنه مزازه، نقدر بس نضيف شويه الليمون مع انه احنا عاملين وصفات شاميه. فالعجينه دي اهي هنحط دول على جنب في طبق عشان لو في الفاصل في وقت احشيهم. هاتوا نحط هنا اهو الطبق واحط العجينه
ما جربش تصدقوا ليها بالزيت زي السمبوسك، جربوا ممكن ساعتها نضرب عصفورين بحجر. يلا نجيب الزبادي، لانه لازم اجهز الزبادي الاول واحطه في طبق التقديم عشان على طول الخطوات دي زي ما قلت لكم سريعه. فهجيب الزبادي محتاجين كميه زبادي، اغلب الوقت في رمضان بنجيب زبادي المراعي الحجم الصغير ده علشان من اسهل وجبات السحور، علبه الزبادي على السحور. خلونا نجيب طبق بس نخلط هنا الزبادي سريعا. فهفتح العلبه وناخد معلقه واقول لكم سريعا فرق وندردش واحنا بنفتح الزبادي هنا. فرق الشيش برك عن التتبرك، الشيش برك قلنا نفس العجينه وحشيناها نفس الحشوه، ووريتكم ازاي بتتقفل كده الطرفين على بعض. بتتحط على صينيه في الفرن، تدخل الفرن مجرد تتشمع وساعات تتحمر كده على الخفيف سنه. طيب ده اللي بنعمله علشان هي هتتغلي مع اللبن، لو حطيناها مع اللبن وهي اللي هو اللبن يعني الزبادي. انا بخلط في الشيش برك زبادي المراعي ورايب المراعي، الرايب فيه نسبه مزازه وقوامه حلو جدا مع الزبادي. بنخلط شويه زبادي مع الرايب وبنحط لهم شويه نشا وشويه ملح. بعدين بنحط عليهم ولا حاجه، بنقعد نقلبهم شويه لحد ما يربط. المطلع الشيش برك من الفرن وبنسقطه بالزبادي بعد 5 دقائق. طبيخ الزبادي لا يتغطى ولا يتساب، يعني نفضل نقلبه شويه. عشان كده بقول لكم الوصفه دي سهله جدا، لانه احنا مش هنطبخ الزبادي، فهي من الحاجات البارده مش كده، برده بتناسب السحور. بنسقط فيها الشيش برك، العجينه هتستوي تاخد تقريبا 10 دقائق. الشيش برك ليه تقليه مختلفه، نعناع طازه، كزبرة خضرة طازة كده طبقين صغيرين، توم كتير، زبدة مع زيت الزيتون، يتخلطوا مع بعض، رشة الملح، وبعدين هنحط الطشة كلها على الزبادي على شيش برك لما نقدمه في الطبق. ما بحبش اخلطه معاه، بحب يبقى الطبق ابيض كده وفيه شيش برك والطشة دي الخضرة بالزيت والزبدة نازلة على الوش. طيب الكمية دي كفاية دلوقتي، هنحط لها الثوم، معلقه ثوم حلوه كده هزودها شويه، هنحط الملح، نظبط الملح، وقلنا هنحط عصير الليمون. اين عصير الليمون؟ عصير الليمون اهو، معلقه عصير ليمون او تو تيست حسب انتوا بتحبوه مزز او لا، او لو ما بتحبوش المزازه ممكن ما تحطوهاش. تعالوا نقلب، شوف الميه سخنت وبقت جاهزه. الطاسة التانية برضو عايزة أسخنها عشان أول ما تطلع من المية هتروح على طول عشان تتحمر. نقلب، بما إني ما عملتش كمية كبيرة من الزبادي ولا من التتبرك هقدمها في طبق أصغر شوية، فنخلطه كويس. وتعالوا نروح هنا على الطبق، ننزل كمية الزبادي كلها. إذن من اللحظة دي خلط الزبادي لو إحنا عندنا الحاجة موجودة قلنا بالفريزر، تمام؟ ما أعتقدش دي تعتبر خالص خطوة، إحنا تومنا زبادي المراعي. طيب هنفتح هنا الحلة، إحنا هنا حطيناها على نار عالية ونسلق البرك يدوبك 2 لـ3، هتشوفوا هيبان على طول العجينة كده هتبان إنها استوت. خلي بس دي لزقت في دي، لزقتها في الميه، وجنبنا الطاسه سخنه عشان هنطلع من هنا على هنا. حط التتبرك كلها ونغطيها عشان نرجع الحراره تعلى تاني. شايفين ابتدت تطفو؟ دول نعتبرهم طلعوا من، خليني اظبط دي، طلعوا من الفريزر عادي جدا، من الفريزر على السلق على طول، هياخدوا 2 دقيقة اكتر مثلا لما نيجي نسلقهم. انا عايزه بس هنا المقصوصه اهو، ابتدوا يتسلقوا. خلونا نحط دي على الغطاء على الحله ونحضر البقدونس. البقدونس موجود في الوصفه دي، مش الكزبره زي الشيش برك. بقدونس انا بحبه كده ورق، ما بحبش اقطعه. وتعالوا نحط الطبق ده هنا
ونروح نحط في الطاسة زبدة علشان الزبدة تسيح وتاخد شوية لون بني. هاخد الزبدة هنا سأوطي الحرارة لأنه لسه البرك بتتسلق. نحط قطعة من الزبدة ونسيبها هنا. بحب لما أحمر البرك يبقى فيه طعم البراون باتر شوية، زي المطبخ الإيطالي سنة في نيوكي. أصلاً صوص الزبدة البراون المحروقة اللي هي نسبة الألبان اللي لما بنغلي أو بنحط الزبدة على النار بتبتدي الألبان، لأنه كلها ألبان طبيعية، تكرمل كده وتدينا طعم حلو. تعالوا نبص على التتا برك. بص هنا نقلبها. شايفين هي خلاص تقريبا استوت، هي لسه هتتحط في الزبدة. فأنا كل اللي هعمله دلوقتي أطلعها تتحمر في الزبدة. خلوني بس هنا أتأكد إنه أنا حاطة الحرارة على أعلى حاجة هنا وعلى أعلى حاجة هنا. الزبدة، كيكة الحليب بقى اللي هنحضرها هي الكيكة التقليدية اللي بتتعمل زي ما قلت لكم في المكسيك وبتتعمل في تركيا. تركيا بتحط لها كراميل كده من فوق وبالزجزاج بيعملوها. هنعملها النهاردة بنكهة الزعفران، نكهتنا الرمضانية الشهية. ممكن تتعمل بالحبهان، ممكن تتعمل ماء الورد، هحكي لكم أكتر وإحنا بنحضرها. تعالوا ناخد دلوقتي التتا برك. شايفين ما خدتش دقيقتين لثلاثة. نحطها في الزبدة ونديها تحميرة حلوة من الناحيتين خلال الفاصل، ونرجع نكمل آخر خطوة اللي هي الطشة اللي هنعملها مع المكسرات. استنونا بعد الفاصل. في ناس بتعمل التتا برك متحمره اقل، انا بحب قرمشتها بالذات انها هتتحط فوق الزبادي اللي انا زودته بالفاصل. بعشق الزبادي بصراحه، والوصفه دي يعني حلاوتها انه ناخد طبق مليان زبادي عليه كم قطعه كده من التتا برك. فبحب احمره كويس، والزبده برضو شايفين اهو نحطه ونوزعه كده على الوش. نوزعه كويس، شكله كده متوزع وحلو. ولسه هنعمل الطشه اللي بالزبده والبابريكا وشويه الشطه اللي بتديها لون يجنن. اهو شايفين الزبده بقول لكم تاخد طعم، حطها كلها كده بتدي طعم حلو. وتعالوا تاني هنا نحط فيه العين دي، ولا تعالوا نشتغل هنا، اطفي دي خليها قريبه مننا. هنحط شويه زبده المراعي تاني، ودي اللي هتدي عارفين دايما نوع الزبده الكويس بيبان بالاختبارات دي، هي اصلا الطشه. هاخد حته كده ونحط لها الآتي. هنحمر فيها صنوبر واللوز. هتنحط لو هختار واحد حط صنوبر ولا لوز؟ تعال نحط صنوبر عشان مش عايزة واحد يعني يتحمر والتاني لسه. فهنحط صنوبر. أستاذة هويدة بتحب صنوبر، نحط صنوبر. هحط البابريكا، معلقة بابريكا كده على الزبدة يديها لون حلو. وممكن جدا كمان شايفين لازم الزبدة كده تفور لما تحطوا البابريكا. ونديها كمان سنة شطة. أين الشطة؟ أهي، ده اختياري. لو عايزين مش حراق ما تحطوش الشطة، سنة. يلا نقلب كده الصنوبر يتحمر جوه الخلطة دي، شوف لونها. وجنبنا البقدونس وخلصت الوصفة. إذا الزبادي مع الثوم والملح والليمون، سلقنا حمرنا بنفس الطاسة أهو، خدنا جاهزين. نحط الصنوبر. ساعات بيحطوا لها معلقه صلصه صغنطوطه كده تديها لون احمر، بس انا مش عايزه نكهه الطماطم في الوصفه. هاخد هنا البقدونس وزي ما قلت لكم هوزعه بشكل بسيط وعشوائي، وهو مش جارنش يا جماعه، هو طعمه يجنن مع الوصفه دي، بيكمل الفته تماما. ايه رايكم؟ ترارارا. زبادي، ثوم، ليمون، ملح، سلقنا حمرنا بزبده، مطرح الطاسه زودنا شويه زبده، بابريكا، شطه اختياري، المكسرات اللي بتحبوها لوز او صنوبر، وطبق التتا برك بقى جاهز. تيجوا نقدم كيكه الحليب الاول ونشوف شكلها
المغري الحلو، وبعدين بكل سهولة هنعمل خلطة الكيك وخلطة الحليب والكريمة، ثلاث عناصر: خلطة للكيكة الإسفنجية شهية جدا، خلطة الحليب اللي هنسقي فيه، والكريمة. أين الكيكة؟ كيكة الحليب أهي في قالب السيليكون اللي خبزناها فيه، البورد عايزة فستق، و تعالوا نجيب صينية التقديم أهي. بصوا، هستخدم كاتنج اللي هما الرينجز دول، الحجم اللي انتوا عايزينه. حابة استخدم النهاردة في رمضان الواحد مش قادر ياكل كميات كبيرة. بصوا هعمل ايه، هاخد كده واطلعها. طبعا هي شربة اهو، ناخدها كده ونحطها قدامنا. انا هساوي كل اسطحهم، خليهم كلهم مستويين زي بعض، علشان هنحط طبقه من الكريمه الشهيه على الوش، وهنزود كمان الحليب. بصوا البرزنتيشن هيطلع خطير. لا رمضان ودايت ايه كنترول حبايبنا، خلاص عزومه وبقولوا لي دايت. لا مفيش دايت في رمضان، نعمل دايت بقى كل سنه وانتم طيبين بعد العيد او قبل رمضان. انا عملت قبل رمضان. هاتوا نعمل كده، شايفين طلعت لنا كم واحدة؟ 2 4 5 6 قطع، على فكرة عشان كمان 7 اهو، عشان توفروا سبيس اخبزوها بصواني مستطيلة، بتديكم ييلد اكتر، يعني بتديكم عدد اكبر. هل ده هنضيعه؟ لا طبعا، ده هنستخدمه وهناكله كلنا بالمعلقة كده من الحلة نفسها. طيب انا هحط دي قدامي، وهجيب حاجة اساوي بيها السطح، هجيب سكينة ونساوي سطحهم كده عشان لما نيجي نحط الكريمة نحطها هنا تبقى مستوية. فالمستطيلة انتم ممكن تسووها كلها مرة واحدة وبعدين تقطعوها، بتقعد في التلاجة بقى كل ما تقعد وتشربوها اكتر، هشربها لسه زيادة، بتبقى احلى واحلى واحلى. نقطع الوش بس ده كده، ناخد دي كمان، كل ده هيتغطى بطبقة شهية من الكريمة والفستق، ودي نسويها كده. وما انه دي اطول واحدة هنخليها هنا، نبدل دي بدي. طيب انا عندي هنا خلطة الحليب مع حليب المراعي كامل الدسم، هنعمل الخلطة دي مع بعض، مع كريمة حلويات المراعي، مع علبة لبن مكثف محلى، مع الزعفران. هسقيهم شوية كده عشان يشربوا قبل ما احط الكريمة تاني اهو. وبتبقى اصلا الصينيه كلها هتبقى فيها حليب، هي كيكه الحليب. فهناخد كده ونسقيهم، هتشوفوا هيطلع شكلها بالاخر خطير. اذا هنغطيها بكريمه حلويات المراعي، هنخفقها مع شويه سكر بودره وفانيلا، لا بلاش فانيلا، احنا حاطين زعفران من غير حاجه، سكر بودره بس، وهنحط على وشها الفستق. شكلها ماسي دلوقتي، استنوا بس هتشوفوا. هجيب المغرفة ونديها حليب في الصينية كلها، فهسقيهم كده وخلي الحليب كله ينزل. هجيب حالا، انا محضره الكريمه، كريمه الحلويات لما تخفقوها حضروها برضو قبل ما يجوا الضيوف وخلوها في الثلاجه، هتديكم تماسك اكتر وهتكون جاهزه انكم على طول تقدموها لضيوفكم. انا حاطه الكريمه هنا، طلعها حالا بالفاصل. جاهزين نزوق؟ Are you ready؟ يلا هنعمل كده. اسمها ميلك كيك لانه في حليب في الكيكه، ثلاث انواع حليب اللي متسقسقه فيهم الكيكه، وكمان الكريمه دي هي احد منتجات الالبان، فهي بكل جداره حصلت على اسم ميلك كيك. اللون الاصفر طبعا ده جاي من الزعفران، لون الحليب. ممكن نحط ماء ورد هيدي له طعم حلو، شايفين حلاوه كريمه المراعي زي ما انتم شايفين، هولدنج شيب، شايفين انا بعمل فيها الاشكال دي ازاي من غير اي اضافات، جاست شوية سكر بودرة.
نكمل دول والفستق جنبنا، ننظف الطبق ونرجع بعد الفاصل نعمل الثلاث حاجات بكل سهولة. خلطة الكيك، هنعمل الكريمة، ونعمل كمان خلطة الحليب. خلوني أنظف الطبق وأجيب الفستق، وهستخدم كمان الورد، بحب جدا الورد في رمضان المجفف، يعني نادرا ما أعمل حلويات رمضانية من غير الورد ده. هننظف الطبق كويس. أين الفستق؟ أنا رايحة جاية كل شوية بدور على المكونات، صيام بقى يا جماعة سامحونا. هناخد الفستق ونرش عليهم. من أكتر برضو المكسرات الرمضانية اللي أنا بحبها، لأنها يمكن بتليق مع الورد. والورد ونحط فستق برضو هنا كده. فكرني بحلويات هندية اسمها راس ملاي، بتبقى متسقسقة برضو كده بالحليب. تعالوا نحط وردية حلوة على كل واحدة من كيكة الحليب بالزعفران اللي هنحضر كل مكوناتها سريعا سريعا بعد الفاصل. ايه رأيكم؟ بصوا بقى هنعمل كده شوية من الورد على الحليب. الرائعة دي هتعرفوا تفاصيلها بعد الفاصل. هنبتدي نعمل كريمة الخفق، نحطها لازم تطلع من التلاجة. أنا حالا مطلعاهم من التلاجة، لازم يتحفظوا في التلاجة قبل وبعد على طول، يعني دول من المنتجات في التلاجة. بعض الحاجات بتتحط ساعات بره بعدين جوه، بس هنا لازم تبقى ساقعة كمان عشان تدينا الفيرمنس، القوام الحلو. وبصراحة كريمة المراعي من أكتر الكريمات الرائعة للخفق. هحط الكريمة، خلوني أفتح بس هنا، وهنحط الكريمة وهنحط لها زي ما قلت لكم سكر بودره وبس، لانه احنا عندنا النكهه الزعفران والفستق، فمش هنحط اي حاجه تانية. تعالوا دلوقتي نشغل، لو شغلنا ده هتسمعوني واحنا بنكمل باقي الخطوات. قلنا هنحط سكر بودره تو تيست، مش كتير، يعني هحط مثلا نص لتر كريمه خفق المراعي عليها مثلا 4-5 معالق كبيره سكر بودره، ونسيبها تتخفق. هتسمعوني لانه هنعمل الخطوه الثانيه. بحب لما نعمل كريمه الحليب، كيكه الحليب بالنكهات زي الزعفران، اديهم بس كده على النار غلوه واسيبهم يبردوا علشان النكهات تختلط كويس. هستخدم ايه؟ هستخدم كريمه الخفق، كريمه الحلويات، حليب المراعي تريس ليتشز، وهستخدم هنا اللي هو اللبن المكثف المحلى، بيجي اسمها تريس ليتشز من استخدام ثلاث انواع من الحليب. فانا هنا هحط الكريمة، خلونا نخلص اللي كانت هنا، بحب دايما استخدم كل الازازة. فهنحط الكريمة، شغل النار شوية، انهي عين هنا، هحط الكريمة كلها، قوامها رائع ونسبة الدهون فيها مظبوطة، يعني متبقاش متكتلة. هاتوا هنا، ضفنا الكريمة، شايفين قوامها تنزل سلسة، ودي من الحاجات اللي كنت بفتقدها كتير في بالذات كريمة الخفق. طيب حطينا هنا الكريمة، هنحط قصادها كمية من حليب المراعي كامل الدسم، وهنحط قصادهم علبة لبن مكثف محلى، وبالتالي مش هنضيف سكر خالص. هضيف عليهم الزعفران، أفركه كده، ماء الورد، الحبهان، ماء الزهر، اللي انتوا عايزينه، واسيبهم على النار النكهات بس تختلط. اين الملعقه؟ اقربها كده. بيبتدي الزعفران يديهم اللون مع الوقت، على فكره هياخدوا اللون. وفي صبغه اسمها صبغه الزعفران على فكره، ممكن تستخدموها مع شويه زعفران، هتديكم اللون والنكهه
وفي سر، لو بيتوهم في التلاجة بالزعفران النكهة بتقعد تتعزز كتير، يعني لو مش مستعجلين اعملوها قبلها بيوم. تعالوا نبص على الكريمة. سامعيني اكمل؟ طيب دلوقتي هنبتدي اول خطوة بالزبدة. الزبدة دي بصوا هضغط عليها بدرجة حرارة الأوضة، يعني طرية. انا محتاجة 200 جرام من الزبدة. هنطلعهم ازاي؟ ولا ميزان ولا حاجة. بصوا هعمل ايه، هحطها هنا قدامكم واوريكم. زبدة المراعي هنفتحها كده وناخد الناحية دي كده، مكتوب هنا، بس خليني افتح برضو الناحية دي. مكتوب هنا من اول ما تبتدي ده 25 جرام، حوريكم بالسكينة. ده 25 جرام، ما خدهاش كنترول، وده 25 جرام وده 25 جرام، فتقدروا تاخدوا المقدار اللي انتوا عايزينه. فاحنا عايزين 25 50 75 100، بعرف اعد، 125 150 150 200 جرام. هقطع هنا عند ال 200 جرام وكده انا عرفت الوصفه محتاجه قد ايه زبده. محتاجه الكميه دي من زبده المراعي. نطلعها شايفين طريه علشان نعرف نخلطها. بصوا بقى كنترول بيقول لي الحركه دي جامده، بتوفر علينا كتير. طب نبص على الكريمه يا جماعه، لانه بصوا بقى، بصوا قوامها، هجيب لكم الويسك. عارفين بقول لكم الهارد بيك، هي ايه الهارد بيك؟ لما نعمل الميرانج، انه التب دي اللي بتطلع من الكريمه او الميرانج تفضل ثابته. تاني نعملها اهي، نعمل كده، نعمل لكم بيك تاني اهي. عاده كده هي الجاذبيه اللي مثبتاها، لما نطلع كده لفوق شايفين هاو فيرم. دي كريمه المراعي، تحطوها في البايبنج باج في الثلاجه تتماسك علشان اكتر، علشان لما تيجوا تقدموها على الفطار على طول تشتغلوا. انا بقطعها علشان هنخلطها مع السكر. اذا 200 جرام من الزبده، مش محتاجين اكواب لانه زبده المراعي هتوفر لكم بكل سهوله، زي ما شفتوا بالمسطره الصغيره اللي حاطينها ازاي تعرفوا محتاجين زبده قد ايه. هنحط لهم كوب ونص من السكر ونبتدي نخلطهم. الوصفه سهله جدا، مكتوبه تحت الوصفه على اليوتيوب. هناخد المضرب، خلوني بس اشغله. بس بنعمل الزبده كريمي مع السكر، دي اول خطوه. مش هنضيف فانيلا برضو لانه الوصفه فيها زعفران. نعلي السرعه شويه. اذا الثلاث عناصر، اول عنصر الكريمه اللي علوش عملناها، ثاني عنصر الكريمه مع كريمه المراعي مع حليب المراعي ولبن مكثف محلى والزعفران، بيوصل لونهم للون ده وبنحطهم في الثلاجه يبردوا. الكيكه هنخبزها، انا عامله لكم كيكه صغيره مخبوزه بتطلع، ومسوياها عشان برضو تسهل لنا، فممكن نسويها الاول. هنا بعد ما عملنا كريمي الزبده مع السكر، الزبده الكريمي مع السكر، هنحط 8 بيضات وهنحط رشه الملح. اين رشه الملح؟ نستخبي الملح هنا. مش هنحط فانيلا. الكيكه طعمها ريتش، فكره الزبده في الكيكه مدياها تكستشر. الناس اللي بتخبز عارفه انه الكيك بيطلع قوام معين بالزيت، قوام معين بالزبده. طبعا ده حلو وده حلو، بس عايزاكم تجربوا كيكه الزبده هتعجبكم. نخلطهم كويس، وهضيف دلوقتي، خليني بس اخلط شويه اكتر. هضيف نص كوبايه حليب كامل الدسم، خليني بس امسح ايدي. الفرن على درجة حرارة 180، هاخد الإزازة اللي فتحناها وأضيف نص كوباية من الحليب، وهنضيف 3.5 كوبايات من الدقيق، وبيكنج باودر هنحط معلقتين صغيرين. هي دي الوصفة، سهلة، أعيدها لكم كده سريعا. 200 جرام زبدة المراعي بدرجة حرارة الغرفة، عليهم 1.5 كوباية من السكر، عليهم 8 بيضات، عليهم رشه ملح، عليهم 3.5 كوبايات دقيق، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ودي كيكتنا الاسفنجيه. تدخل الفرن على درجه حراره 180 مع سيتنج الكيك، يعني مع المروحه. قوامها بيبقى تقيل شويه، ما تتخضوش اهو. اوريكم شويه بسكتي،
ولو لقيتوها ناشفه سنه، لانه طبعا لما نقول زي ما بقول لكم دايما بالوصفات، البيض في المحلات او في المحلات الحلويات بيتقاس بالملي او بالوزن. احنا طبعا ما عندناش وزن معين، ممكن نزود نقطه من الحليب، نقطه كده بسيطه تدينا القوام الصح. والكيكه نديها ضربه اخيره، بقت جاهزه. هسرق وقت معلش، انتوا كرمه ها، رمضان كريم. بصوا عندنا هنا القالب، هاخد حته من الزبده، اين السكينه، حته من الزبده وادهن القالب بس كده سريعا، وهندخلها زي ما قلت لكم الفرن درجه حراره 180، ارتفاعها مش عالي قوي، فهتاخد تقريبا 35 دقيقة. طيب السنتر يا شيف لسه طري، هي استوت. عايز اقول لكم السيليكون احسن حاجة، جربوا السيليكون ما بتتحرقش من تحت. ممكن نخبز بالقوالب دي طبعا عادي، بس السيليكون عن تجربة بتطلع ممتازة. الحاجة التانية، خلوني بس احط دي هنا. الحاجة التانية انه لو السنتر لسه ما استواش، كل اللي هتعملوه انكم تطفوا الفرن وتسيبوها شوية. دخلها اهو. الكيكه دي ما بتنفخش قوي قوي قوي، هتنشوف، هنوزعها كده وندخلها الفرن زي ما قلنا 180 35 دقيقه. فاضل خطوه، هسرق الخطوه دي من الكنترول. معلش السر، لا 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 لا، حلال والله اللي انا بعمله عشان ندي الوصفه بامانه. بس هناخد الكيكه اللي احنا خبزناها وطلعت من الفرن بستيك بشوكه، هنديها بس كده شويه الخروم دي علشان تبتدي تشرب الحليب، واخد الحليب اللي بردناه وابتدي اسقيها. حطوها في التلاجة وهتلاقوا، شوفوا انا غطيتها، كل شوية هتشرب وهنزود الى ان تحسوها خلاص بقت مسقسقة. وباخر خطوة شفتوا حطينا الحليب تحتها، عايزة اقول لكم انه ابتدت تشربه من تحت، هي زي السفنجة خدت كل الحليب، ممكن برضو نزود هنا شوية حليب. وصفاتنا النهاردة أنا بحبها، بعشق التتبرك وبعشق الميل كيك، وبحب الزعفران، فدي من أحلى يعني وصفات الميل كيك بنكهة أنا بحبها. جربوها، سهلة وبسيطة. هتعملوا إيه قبلها بيوم؟ هتحضروا زي ما أنا عملت الكيك، وتحضروا كريمة خفق المراعي بالبايبنج باج، وهتحطوا الورد والفستق على جنب. التتبرك شفنا سهلة إزاي، دي برضو هنقطعها ونقدمها بكل سهولة بعد الإفطار. رمضان كريم، يا رب صفاركم دايما عمرة، ويا رب ميسو دايما بقدم لكم وصفات تساعدكم تعملوا أحلى وأشهى الصفار. أشوفكم بكرة، وباي.